معنا خبر مفاجأة كانت في انتظار الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. راحوا يقبضوا على تاجر مخدرات، لقوا مع مراته 7 تماثيل أثرية، يعني مش مخدرات بس، اللي احنا هنشوفها دلوقتي في الصور والفيديو. هاتفيا معانا سيادة اللواء أحمد عمر مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. مساء الخير سيادة اللواء. مساء النور يا أستاذ، ازي حضرتك؟ أهلا بحضرتك معانا. حضرتك طبعا انتوا رحتوا عشان تقبضوا عليه مخدرات، اكتشفتوا ايه بقى؟ والله حضرتك، هي طبعا انت عارف منطقه هنا طبعا فيها طبعا كميه من الاثار وفيها مناطق اثريه كثيره. اكيد طبعا حضرتك عارفه ان جريمه المخدرات جريمه ام، يعني تتصور معاها العديد من الجرائم والسلوك الغير سوي طبعا. فهي عارف المكان ده المفروض لتخزين المواد المخدره لبعض المجرمين في المناطق المتاخمه لنجا حمادي، اللي هي ابو حزام وحمرا دوم وكده. فطبعا احنا كنا بنفتش على مخدرات، فوجئنا ان السيده دي بتخفي عدد من التماثيل ومسله، هم 7 تماثيل ومسله، دول طبعا اثار بيخفيهم في مكان بيبقى يعني لناس غير معروفين للشرطه طبعا، لان في استهدافات كتير وفي حملات مستمره بهذه المناطق بسبب سلوك الاجرام وحيازه الاسلحه والمخدرات وخلافه. ايوه تمكنا من ضبط هذه الشحنه من الاثار. تم تشكيل لجنه من طبعا فنيين في هيئه الاثار لفحص هذه المضبوطات، وطبعا يقدموا تقرير كامل بانواع الاثار وعمرها. واضح انها حاجات قيمه يا فندم، يعني في الصور اهيت وحاجات مش مكسره ولا يعني واضح ان هي حاجات قيمه. هي طبعا اثار سليمه، لكن احنا طبعا ما احناش جهه فحص ولا تحديد ولا نعرف يعني هذا الموضوع. احيل الموضوع لهيئه الاثار، هيئه الاثار طبعا، والنيابه شكلت لجنه تفحص هذه المساله. انما طبعا في اطار الحملات المستمره اجهزه الشرطه، وطبعا كان معانا مدير امن قنا بهذا الامر، طبعا الحملات دي بتقلب بتطلع اي شيء مجرم واي شيء ممنوع يمكن الوصول اليه. يعني احنا هو يعني ان شاء الله يعني نتعشم ان الناس تبقى يعني في التزام وفي سلوك قويم، وربنا ان شاء الله يصلح الاحوال باذن الله. ان شاء الله هم كده هيبقوا قضيتين مخدرات واثار، يعني تمام. يعني الاثار دي طبعا حاجه عرب. بشكر حضرتك سيادة اللواء على معلومات اللي اديتها لنا.